سلمى الصغير، طبيبة شابة. بديت هوني، بدينا في ماي احنا نورمالمون قلنا، وملول بيان سور ما كانتش الحالة كما وصلنا لها تو، يعني كانت بالحق ناقص ماتريال برشا، وبشوية بشوية جاي معنا بعد الميليتير وحسنا تحسنت الظروف بشوية بشوية، بدأت عادينا بيك ماهيش ما كانت سهلة بالكل، والحمد لله خدمنا مع بعضنا كإيكيب، والإيكيب كانت باهية على الأخر كسوسوا الميديكال ولا باراميديكال، والحمد لله. تجربتك مع الكوفيد في المستشفى الميداني لهنا؟ والله هو كمستشفى ميداني، على خاطر احنا النوتيون تاع المستشفى الميداني ما كانتش موجوده في تونس قبل، دونك كمستشفى ميداني كانت تجربه باهية على الاخر، على خاطر مش كيف السبيطارات الاخرين كيف تخدم في قاعه مغطاه، بالحق تاقلم مع الظروف اللي انت فيهم باش وتخدم تقدم احسن ما عندك، خاطر بخيتو عندنا مرضى لازم نتلهيو بهم وحاولنا لو ماكسيموم الحقيقه، وكهو ما يعني بشوي بشوية وأقلمنا. أول مرة طبيب شاب مستشفى ميداني، إكسبرينس حلوة برشا في لوبتال دي كومباني، الحق ماهيش إكسبرينس باش تعود برشا، معناتها في الكورسوس نتاعك كطبيب معناتها ماهيش فرصة باش تجي برشا مرات، معناتها أنا نتذكر أول مرة كلمتني وقت الإدارة الجهوية على شي يجي للمستشفى الميداني، حليت دخلت قريت معناتها مستشفى ميداني، معناتها ما عندناش لابيتود والإكسبرينس نتاع مستشفى ميداني في تونس، معناتها الحق حاجة ريتها قديم كبرت بشوية بشوية، معناتها توسكي معناتها حتى المعدات طاقة الاستيعاب الكل معناتها تطورت بشوية بشوية، الاكسبرينس حلوة برشا، امبيونس كانت باهية برشا، امبيونس فاميليال الحق، الاكيب الكل الحق نخدم بعضنا، معناتها كانت الجو باهي مالغري معناتها اللي فما برشا خوف برشا تونسيون برشا ستريس والكل، مي بالانكادرومون تاع مدام حنين مدام ندي مدام موني مع الأطباء الشابين زملائي كل الحق، معناتها ديما كنا واقفين مع بعضنا، معناتها هذا كانت فترة كما قلت أنت ستريس تونسيون ثم ضغط كبير ثم خوف وثم رغبة نقدم خدمات للمرضى. بالطبيعة هي شنو كانت اللي هو كيفاش كنت أنك في الوضع هذيك في الخوف هذيك في ستريس هذيك، كيفاش كنت نجم تعاون المرضى، كيفاش كنت نجم تعاون العبيد، معناتها وكيفاش كنت انك تحيط بالليكيب اللي معاك، معناتها خاطر باش سينو ما كان معناتها سينو تدخل في كريز دو بانيك ما عادش نجم نقدم ولا اضافه ما نجمش نقدم الخدمات، معناتها البيز امبورطون الحمد لله اللي معناتها تعدينا بها البيك هذيك، البيز امبورطون هي الريزلت اللي كانت باهيه الحق نتاع مدينه مستشفى مديني، معناتها على 1000 مريض بورسونتاج معناتها العبيد اللي راحوا لاباس عليهم مديار 95%، معناتها نتيجة تنجم تكون كان مشرفة لليكيب الكل، معناتها الحق نتاع ربي بالمعدات الإمكانيات اللي كانت موضوعة تحت ذمتنا، صحيح جينا الدعم وكل شيء، مي ريزلتها كانت باهية برشا الحق نتاع ربي، معناتها وقت طويل عديتوه لهنا مع المرضى، كانت رسالة إنسانية خدمة المرضى إنقاذ حياة الناس، ثم فرحة بإنقاذ حياة الناس، صحيح ثم وجاعة بمشاهد أخرى، صحيح عشنا المشاعر الكل هوني في الميداني الحقيقة، في فرد 24 ساعة تتعدي لك عنتخ فرحان ومتغشش وستريسي ومتحير على المريضة ذيك والمريضة ذيك اللي بعثته زامش نحويله، معناه بالحق لسنساسيون الكل تعيشهم في 24 ساعة عنتخ لملال، سورتو في البيك اللي صارت لنا متاع الـ 5 و 6 جوان ويكاند دايو غلطاوة حافظة الدات متاعه، خاطر بالحق تعدى ويكاند صعيب على الأخرى على القروان الكل معناه، والحمد لله نسميه نجزناها معناه بقدرة ربي، ديما أي موجة جينا هنا حاضرين مع الكيب الكل مع الباراميد الكل، بالحق معناها استنسنا بالريتم تاع الخدمه استنسنا بالامبيونس نتاعنا، الحمد لله يا ربي تعديت اربع شهور تعديوا حلوين. كاو دكتوره تعرفوا عليك ونحكيوا اللي بقى لك من الذكريات الباهيه وربما بعض المشاهد اللي مازلت تستحضرهم في الفتره معناها البيك نتاع الجائحه. ليس دكتور زينه موني طبيب الصحه العموميه، اني من نخدم في الميداني، الحاجات الباهية ولي فما حاجة باهية نذكرها سي كو قعد في بالي وقت اللي تنبك الموجة وبرشا برشا خدمة وانا عنا فوق 70 مريض وصعيبة برشا وحبوا الأهالي يحبوا يدخلوا فما حبوا معناتها يحبوا يهجموا علينا والكل، كي خرجت وطلبت منهم قلت لهم راهو احنا واحلين ومعنا و70 مريض معناتها انا بال الانفراستركتور نتاع التنظيف لي بوبال وتنظيف والكل والفروشة دخلوا وعاونوا نظفوا البرة معناتها البرة الكل نظاف واني قلت لهم كيفاش الكل دونك تعاونوا والداخل دخلوا دي فام اوسي ونظفوا الميداني الكل
هذيك نذكرها حلوه برشا عجبتني على الاخر خاطر ملي كانوا مغشين وتخرج تفسرهم تقول راهو كوفيد وبرشا مرضى وبرشا علينا والكل فهموا وخدموا معنا وكي تقول مرانا الليد في الليد ورانا الناس الكل ما بعدنا وراي قروين متعديه بازمه كبيره الناس فهمت الناس كي تفهم راهي تولي تعاون فهمت سا سيتي ان تري تري بون سوفونير النهار هذيك تعدى به برشا فهمت عجبني مي بون فما زاد حاجات خايبين سي سورتو المريض اللي يبدا قدامك وباش يموت وما عندكش ما تعمل هذيك صعيبه على الاخر الحقيقه فما مرضى ماتوا وانا اسيستي على مور مينوت بار مينوت هذيك صعيبه برشا ما كيفاش تنجم تعملوا ما تما هذيك هو لو ماكسيموم دوكسيجين تونس كلها شكرو ما تطلبنا دونك نلوجوا على البلايص على الجمهوريه كامله وما عندناش حل اخر الغياب في الجمهوريه كلها اون بلو بلاس هذيك بالحق لو مالاد كنت يلفوها بشويه قدامك هيك صعيبه برشا والاهل نتاعو معناتها سا سي تري تري ديفيسيل هذيك من اصعب الحاجات اللي حتى الفريم اللي مثلا يبكي فما دي ميدسان زاد دي جون ميدسان هكا بكاو والكل هيك صعيبه هيك هذيك ان شاء الله ما نرجعوا لهاش هذيك ثم دروس نخرجوا منها من الوضع هذا من الجايه اي دروس لازمنا ديما نحضروا روحنا ما فماش هذايا مش باش يصير وما يجيش ومش احنا لا لازم نحضروا روحنا ديما نحضروا روحنا وتو ممكن فما اون اوتر فاغ دونك اون دو سو بريباري تو احنا اي متوقعين فما موجه وتو عندنا الخبره تو استنسنا ليكيب كلها الميديكال والباراميديكال وكل مهمين السوجيكاد مهم اللي ينظف مهم ما فماش المجتمع المدني مهم كل مهم راه ما فماش هكا واحد يخدم معناتها واحد مهم والاخر لا الناس كل ما بعضنا سا سي لوسون دو توجور سو بريباري فيلي تكريما لعوان الصحه على المجهودات اللي قاموا بها وانت دكتور تابعت خاصه الحالات الخطيره تجيكم قسم العش الكوفيد في الغالبه ربما ذكريات فيها الحاجات المؤلمه لكن اكيد فيها حاجات ممتعه فيها رساله انسانيه دونك نقدم راحي بارك الله فيك خويا ناجح بارك الله في قناه حياه فيه دونك انا دكتور سلاح السواي استاذ مبرز في النعاش والتخدير رئيس قسم النعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن جزار دونك حاليا نحن عندنا قسم النعاش كوفيد بالغالبه تحت الاشراف نتاعنا دونك اليوم ان شاء الله باش نقوموا بتكريم الاطباء الشبان اللي هما لي ريزيدون لي زانترن اللي كانوا يشتغلوا في قسم الكوفيد بالمستشفى الميداني واترافير او معناها نكرموا جميع عوان الصحه جميع اللي شاركوا في العمل الجبار هذايا في جائحه كوفيد في المستشفى الميداني بالقيروان اللي حل لنا مشكله كبيره بطاقه استيعاب تجاوزت ساعات 70 سرير يعني مش باش نكرموا كان لي ريزيدون خاطر لا بريزون شارج دا مالاد كوفيد ولا اي مريض يعني تتطلب بلوزيور مايون دون شين يعني حلقات كثيره من السلسله وكلهم مترابطين وكلهم لازمين نبدا اول حاجه نشكر لي زوفري اي لي زوفريير يعني نضافه حاجه واللي جين حاجه مهمه ياسر في بريزون شارج وشاك مالاد اي سبيسيالمون لي مالاد كوفيد هذه عباد معناها قدمت صدوراتها في نقول انا حرب خاطر هي بالفعل حرب ضد جائحه يعني جائحه اللي اجتاحت العالم الكل وكانت عندها تاثيرات كبيره في جميع بلدان العالم يعني اول حاجه نشكر لي زوفريير نشكر الاطار الشبه الطبي للعمل الجبار اللي قاموا به لان الطبيب يقعد شويه وقت مع المريض يعمل الفيزيت نتاعو ويعطي لي كونسيني ويمشي معظم الوقت نتاع المريض يعديه مع الباراميديكال اللي هو الممرض ولا مساعد الممرض والا التقني الاستعجال ولا التقني التخدير يعني نشكرهم اللي كادر باراميديكو على المجهود الجبار اللي عملوه وعلى تحملهم مسؤوليه كبيره على الصعيد النفسي لانه مش سهل انك تاخذ دي مالات دي اون شارج دي مالات كوفيد يعني سي تروماتيزون سي البلان بسيكولوجيك تشوف في عباد قدامك قاعده تغفق نقولوا بلغتنا نحن قاعده يعني محتاجه للنفس هذه يمثل فريمون ان تروماتيزم سيكولوجيك كبير ياسر للي ما عاشهاش ما ينجمش يحسها اللي عاشوها نشكرهم برشا ونقول لهم بارك الله فيكم على المجهودات الجباره اللي عملتها نشكر الاطباء الشبان لي ريزيدون لي زانتيرن زاد على المجهودات الجباره وتحملهم مسؤوليه يعني في دوبيت كارير مازالوا هما كي بداوا يعني الكارير نتاعهم وتحملوا مسؤوليه انا بالنسبه لي انا مسؤوليه كبيره ومسؤوليه جسيمه اللي ساعات يعجز طبيب يعني كبير في السن ولا في الخبره يعجز انه يتحملها نشكرهم برشا نشكر المسؤولين زاد اللي وفروا
التجهيزات والامكانيات بور لا بريزون شارج دو سي مالاد من اداره مستشفى، من الاداره الجهويه، من وزاره الصحه، كلهم مشكورين. فارماسي سنترال كلهم مشكورين على التجهيزات وعلى المعدات اللي توفرت باش نقوموا بالبريزون شارج تاع المرضى هذا، واللي نعرفوا الناس كل اللي لا بريزون شارج اللي توتالمون غراتويت. يعني وزاره الصحه مشكوره في الظروف الحاليه بتاع البلاد، والظروف مش كان على تونس، الظروف على العالم اجمع. والله قسم الانعاش الجراحي في توف في الغالب الانعاش في التخدير، الحمد لله يا ربي نحن بدينا خذينا بارتي من قسم الجراحه رجال اثناء جائحه كوفيد، واشتغلنا فيها يعني مرضى الكوفيد اسره اكسجين واسره انعاش، وتحول الدنيرمون الى قسم انعاش بالتمام والكمال. يعني كي خذينا المعدات اللي كانت على ذمه الاداره الجهويه واللي كانت موجوده بالمستشفى العسكري الميداني، بعد تحول المستشفى العسكري الميداني من ولايه القيروان، يعني استرجعنا المعدات هذه واللي مكنتنا باش نحولوا القسم هذا الى قسم انعاش ينجم يستوعب 12 سرير مجهز تماما. يعني نقولوا بلغتنا 12 لي دوريا مونتي بالسرير التنفس الاصطناعي بالمونيتور دي سيرفيونس بالكولون دي بوسوناك. مشكوره وزاره الصحه، مشكورين الاداره الجهويه واداره المستشفى على توفير هذه المعدات الثقيله، ومشكورين لدوناتور زاد اللي عاونونا برشا في القسم هذا. وان شاء الله باذن الله في قادم الايام القسم هذا مش يقع افتتاح وقت فجائحه كوفيد، يتحول لقسم انعاش جراحي يعني للاعتناء بالمرضى اللي حالتهم خطيره، كما حوادث الطرقات، كما لي شيد دوتور في العمل، كما اللي مالاد شيرجيكو يعني اللي يعملوا عمليات خطيره ولا عمليات طويله، ولا يكون الترام تاع المريض صعيب شويه. دونك هذا قسم انعاش جراحي مش يمثل دفعه كبير لوحده الاختصاص الجراحيه بالاغالبه والولايه القيروان. وان شاء الله القادم خير.